دعما منها للشباب هواة الألعاب الإلكترونية في العراق، أطلقت أسيسيل منصة جيمسيل للألعاب الإلكترونية مستغلة خدمة الأنترنت عالية الجودة التي تطور إمكانيات هواة ألعاب الفيديو. أسيسيل أطلقت منصة جيمسيل، منصة جديدة ولأول مرة في العراق، منصة متخصصة في جمع هواة الألعاب. من خلال هذه المنصة سنتمكن من إطلاق بطولات عالمية رقمية على مختلف الألعاب وعلى مختلف المنصات. احنا اليوم دورنا كأسيسيل ندعمهم من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لكي يمارسون الألعاب بشكل عالمي. طيب ليش أسيسيل؟ لأنه احنا أسيسيل استثمرنا بعد إطلاق خدمات الفورجي مبالغ ملايين دولارات في تطوير شبكتنا. ترحيب كبير من محترفي هذه الألعاب بالمبادرة التي تمكنهم من تمثيل العراق في المحافل الدولية ومنافسة أبطال عالميين بالألعاب التي تحتاج لخدمات أنترنت عالية الجودة. احنا محتاجين كلش هاي المبادرة من زمان، لأن عندنا دائما لاعبين على مستوى العالم، تمام، تحتاج دائما أنترنت قوي على مود ينافسون انه خارج العالم. من ضمن أهدافنا انه احنا نوصل أفضل خدمة للاعبين العراقيين حتى يقدرون يلعبون على بطولات، يدخلون ببطولات عالمية على المستوى المحلي أيضا. فكان شراكتنا ويا أسيسيل موعد انطلاقة حتى يكون توصل خدمة الانترنت عندهم بصورة جيدة. ما تقدمه أسيسيل لعشاق الألعاب الإلكترونية خصوصا تلك التي تحتاج لحزم انترنت عالية وتفعيل خدمة الجيل الرابع وإطلاق منصة جيمسيل أصبح بإمكانها دعم الرياضات الشبابية خصوصا ألعاب الفيديو. من بغداد، محمد فراس، قناة التغيير.